وإن أعظم الحرمان وأشده في هذه الحياة الدنيا أن يدخل العبد هذه الدنيا ويخرج منها ولم يعرف ربه، ولم يعرف ربه سبحانه وتعالى، يكون عرف أشياء كثيرة في الدنيا وتعمق فيها وتوسع في معرفتها ولم يعرف ربه الذي خلق. المعرفة التي تليق بربه في ضوء ما جاء في كتاب الله وأسمائه، ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من ذكر أسماء الرب وصفاته وأفعاله العظيمة التي تعرف بها جل في علاه إلى عباده. وينبغي أن يعلم أن هذا العلم، أعني المعرفة بالله سبحانه وتعالى، هو أشرف العلوم وأجلها، لأن شرف العلم من شرف معلومه، ولا أشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى.